هو ذهاب موسى لفرعون هو رسالة أصلية، فأتي يا فرعون فقولها إنا رسول رب العالمين. كان الله سبحانه وتعالى أرسله إلى فرعون، وفي بعض الآيات قال إلى فرعون وهامان وقارون. هذا الآية يمكن نأخذ منها إنه الشعب المصري أو معظم شعوب الأرض أحياناً تحتاج إلى مخاطبة عليا، تتأثر بقيادتها، تحتاج إلى قيادة، إن كانت القيادة سياسية أو كانت قيادة إعلامية أو علمية أو اجتماعية أو فنية أو ما شاء الله، تحتاج أحياناً إلى قيادة معينة. وحتى عملية الإصلاح أو التغيير هي تحتاج إلى قيادة مواجهة، وذلك كانت الدعوة في الأصل موجهة إلى فرعون وهامان وقارون، يعني على وجه التحديد الفرعون وإلى وزيره وإلى المسؤول المالي عنده إن صح التعبير. موسى عليه السلام ذهب هو وهارون، وفترة معينة وهم يطلبون اللقاء مع فرعون، فرعون يعرفهم، موسى تربى في حجر الفرعون، هذا الذي يحكم مصر الآن هو كان أشبه ما يكون بزميل لموسى، وأبوه هو الذي عاش موسى في حجره، هو رمسيس الثاني. أما فرعون الآن الذي بعث إليه موسى فهو منفتة أو منفتاح ابن رمسيس، هذا على قول أكثر المؤرخين. ولذلك قال ألم نربك فينا وليدا، لم يقل عندي. موسى عليه السلام واجه الفرعون وقال له إني رسول رب العالمين، إني أتيتك برسالة، وإن الله تعالى خاطبني وأمرني بالتوحيد وأمرني بالبلاغ. ففرعون أراد أن يقول له أنت أمس عندنا ما كان عندك رسالة ولا عندك شيء، وكنت فعلت وفعلت وفعلت. اعترف موسى عنده ولم يجد غضاضه، ويقول نعم قتلت نفسا وفررت منكم لما خفتكم، ولكن بعد ذلك الله تعالى أحدث التغيير ووهب لي حكما وجعلني من المرسلين، فأنا الآن رسول ونبي، عندي كلمة الله سبحانه وتعالى أريد أن أبلغها لكم. طيب هنا كان هناك حوار، فرعون يسمع كلمة رب العالمين، والفراعنة كان عندهم وثنيات، وهو يعتقد أنه ابن الفرعون، ابن الإله، يعني يجري في عرقه دم إلهي، كان يعتقد ذلك، ولذلك يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. فيقول فرعون وما رب العالمين، من هو رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. هذه دعوة للتدبر، دعوة للتأمل، النظر في ملكوت السماوات والأرض. وهكذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام دعا النمرود بالطريقة ذاتها. فإذا كان عندكم استعداد لليقين والإيمان فانظروا في ملكوت السماوات والأرض الذي يدلكم على الله. وهنا سبحان الله آية، إنه الآيات آيات الله سبحانه وتعالى لا تحتاج إلى مختبر أو متخصص أو عالم فيزيائي أو فلكي، لا، الأعرابي في صحرائه، المزارع في حقله، الإنسان البسيط في عقله ومستواه ومعلوماته يستطيع أن يهتدي إلى الله سبحانه وتعالى بالتأمل والنظر فيما حوله من الملكوت أو في النفس. فأول ما بدأ بالسماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون. ففرعون هنا يشرك المجموعة اللي عنده في الحوار، ما تسمعون الكلام، هذا كلام فيه غرابة. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. إذن موسى عليه السلام ينقل إلى قضية أخرى، أن الله تعالى هو رب البشر، ربك ورب أبيك، فليس هناك رب من البشر، لا أنت ولا أبوك ولا جدك، وإنما الله تعالى هو رب العالمين جميعا، والبشر أمام الله تعالى سواسية، وكلهم مخلوقون من الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم كما في سورة طه، ومنها نخرجكم تارة أخرى. لابد أن تعترف بأنك من تراب وأنك بشر عادي، ما عندك أي خصائص عن غيرك، وبذلك سيزول عنك الطغيان والعدوان على الناس والتسلط واعتقاد الألوهية والاستكبار على البشر والنظر إلى الآخرين من رعيتك ومواطنيك وكأنهم بهائم أو دواب أو حشرات. فهنا ربكم ورب آبائكم الأولين، القصة كبيرة على فرعون، ولذلك بادر بقوله إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. وأنا هنا ألتمس أن فرعون يعني فعلا ليس بمستوى والده، والده الذي حكم حتى مناطق في أوروبا والهند والشام، وقسم مصر إلى 36 ولاية، وجعل فيها يعني عنده مسلات كبيرة، في حتى يقال أنه لم يهزم قط. فهذا الابن يعني واضح أنه في منطقه فيه ضعف وفيه تخلف. إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، هو طبعا يقول على سبيل السخرية ولا يعتقد أنه رسول، يقول هذا مجنون. ماذا كان رد موسى؟
لم يكن موسى مشغولا بالدفاع عن نفسه ولا بتبرير مواقفه ولا برد الشتائم، وإنما كان مشغول بتبليغ دعوته. ولذلك قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. المشرق مشرق الشمس، والمغرب مغربها، وعلى هذا يكون المعنى وما بينهما يعني من الزمن، يعني الغروب والشروق والضحى والظهيرة والعصر، فالله تعالى رب الزمان. ويمكن أن يكون المشرق والمغرب المكان، مكان الشروق ومكان الغروب، فيكون المعنى أن الله تعالى يعني رب الأرض كلها، مشرقها ومغربها وما بينهما. إذن الله تعالى هو رب الزمان وهو رب المكان، وهذا هذه حجة أيضا نبوية إبراهيمية خليلية واضحة سهلة. وقال: إن كنتم تعقلون، هذا تعويل ورد على قول فرعون: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فموسى قال: إن كنتم تعقلون، ما دام أنه يعني أنتم تتهمون غيركم بالجنون، أنتم إذا تعقلون فالله تعالى هو رب المشرق والمغرب وما بينهما. قال له فرعون: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فهنا تلاحظ أن فرعون إما يسب أو يشتم أو يهدد أو يتهم بالجنون أو يستعيد سيرة الداعية في الماضي إلى غير ذلك من الوسائل التي فيها نوع من الحيدة والهروب من المحاورة ومن الأخذ والرد والجدل بالطريقة العلمية المعرفية. وأيضا من الأشياء التي قالها فرعون، قال: فما بال القرون الأولى، وهو يسأل موسى: آباءنا وأجدادنا وش وضعهم الآن؟ قال: فما بال القرون الأولى، قال: علمها عند ربي. هذا جواب موسى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. كأن فرعون أراد أنه إذا موسى قال مثلا القرون الأولى يعني كانوا في أنهم في ضلال وهم الآن في عذاب، هو بذلك يحاول أن يستثير الناس على موسى ليرفضوا دعوته. وإن قال القرون الأولى كانوا على خير وكذا، معناه أنه نحن على ما كانوا عليه سائرون. لكن موسى عليه السلام ما أحب التشغيب، هذا التشغيب وأيضا التشعيب، بمعنى أن الرسالة أحيانا ينبغي تكون سهلة وواضحة ومباشرة. لما تقوم تدعو أحد وتأخذ يمين وشمال وأسئلة طويلة عريضة، يرتبك الداعي المدعو وربما ينصرف، لكن لما تضعه أمام نقطة محددة واضحة وسهلة يتقبلها. لم يحب موسى تشعيب الموضوع ولا تشغيب القضية، ولذلك قال في الجواب: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فهنا طبعا المحاورة انتهت يعني أنه فرعون رفض الدعوة وموسى قدم له الحجج وأراه الآية الكبرى، فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، نكال الحياة الآخرة ونكال الحياة الدنيا، أو نكال الآخرة وهي قوله: ما علمت لكم من إله غيري، والأولى قوله: أنا ربكم الأعلى. الطاغية بشر يخاف ويضعف ويتردد، ولكن هو يستقوي بجنوده، ولذلك قال ربنا سبحانه: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فرعون خاف من موسى، والدليل على أنه خاف من موسى حينما قال لمستشاريه قال: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف. إذن عبر بالخوف، إني أخاف، لكن أخاف من ماذا؟ أخاف أن يبدل دينكم. أظهر أنه حريص على دين الناس وعلى انتظام أمورهم وعلى استقامتهم، أو أن يظهر في الأرض الفساد. يعني الله سبحانه وتعالى وصف فرعون بأنه هو المفسد، إنه كان من المفسدين، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. ولذلك يقول العلماء في هذه الآية: أصبح فرعون واعظا. هو خايف على دين الناس وخايف على حياتهم وعلى صلاحهم وساعي في الخير، ولذلك يقول عن موسى: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وطلب موسى من فرعون الإيمان بالله: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وطلب منه أن يتركه لبني إسرائيل، يعني أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك. أن أرسل معنا بني إسرائيل، خلي بيني وبين بني إسرائيل. والغريب أن هذه الدعوة قال بها كثير من الأنبياء، يعني شعيب عليه السلام قال: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به
وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا، اتركونا فترة حتى يحكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لقريش لما دعاهم ورفضوا، قال خلوا بيني وبين سائر العرب، اتركوني أدعو الناس، فإن ظهرت فعزي عزكم ونصري نصركم وأنتم أسعد الناس بي، وإن قتلت فقد كفيتموني بغيركم، ما في داعي تفتعلون المعركة. فرفضوا. وهكذا موسى كان لب وجوهر دعوته أن يتركه فرعون وبني إسرائيل، يقوم بدعوتهم وإرشادهم وتوجيههم وهدايتهم إلى الله تعالى، وتبعا لذلك بطبيعة الحال سيترتب على هذا أن يشعر بنو إسرائيل بثقل الأغلال والقيود التي كانت على أعناقهم وعلى أيديهم في زمن فرعون. طبعا الدروس في هذا يعني مثل قضية الوعظ، وعظ الطاغية واستخدام المفردات المؤثرة التي تخاطب ضمائر البسطاء والعامة من الناس وتوظيف هذه الألفاظ والمفردات توظيفا معينا، هذا واضح جدا. الإعلام، تأثير الإعلام هنا أيضا ضخم وكبير، فالآلة الإعلامية الضخمة الهائلة تقوم يعني نشر الضلال والباطل وقلب الحقائق تماما كما يفعل السحرة. قصة التهديد لأجعلنك من المسجونين، وهذا معناه أن عنده قائمة طويلة جدا من الناس. وقصة إنفاذ الوعيد أحيانا بمجموعة من الناس يعتبرون وسيلة إيضاح حتى يرتدع بهم أو يرتدع غيرهم بهم ويتوقفوا عن مثل هذا العمل. أيضا مسألة يعني الحريات، موسى كان يطلب من فرعون أن تدعني حرا مع بني إسرائيل وأن ترسل بني إسرائيل تخفف من القيود والأثقال التي كانت عليهم، وشعيب عليه السلام طلب ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم طلب ذلك، بل الله سبحانه وتعالى ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. فرعون هذه الأمة أبو جهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا في الكعبة عند الكعبة، فوطأ عليه ووضع السلا على ظهره، فأنزل الله تعالى هذه الآية أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، يعني واحد يصلي يعبد ربه وأنت تنهى عن ذلك، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، إذا افترضنا أنه على هدى وعلى تقوى، أرأيت إن كذب وتولى هذا الطاغية الفرعون ألم يعلم بأن الله يرى. يعني أحيانا الطاغية أخوف ما يخاف من منح الحرية للناس، ولذلك هو يعتبر أن إعطاء الحرية هو نوع من الفساد ونوع من تغيير الدين ونوع من الفوضى والتبجح، لأن قلب الحقائق حينما يكون الناس قابلين لأن يتحول مثلا الظلم عندهم إلى عدالة، وتتحول مثلا الجريمة إلى تقوى وطهر، ويتحول التقي المؤمن إلى إرهابي على سبيل المثال، هنا تصبح القضية شائكة وتتطلب قدرة إعلامية ووعي عند الناس للتفريق ما بين الحق والباطل. من قبس النور وذكر الطور وهديك يا موسى يتجلى الدرب يزيد الحب ويلقى القلب هنا أنسى. من قبس النور وذكر الطور وهديك يا موسى يتجلى الدرب يزيد الحب ويلقى القلب هنا أنسى. علمني الصبر أخوض البحر أنير الليل إذا أمسى. علمني الصبر أخوض البحر أنير الليل إذا أمسى. علمني حتى لا أنسى. فاضرب بعصاك تشع خطاك أسير وراك إلى المرسى. فاضرب بعصاك
عصاك تشيع خطاك، أسير وراك إلى المرسى، علمني حتى لا أنسى، علمني حتى لا أنسى، علمني الصبر أخوض البحر أنير الليل إذا أمسى، علمني.